حنا اليوم في المدخل ديال الشركه ديال لاسمير في هذا الاعتصام الاحتجاجي اللي كاين دارج في السلسله الطويله ديال الكفاح ديالنا من اجل انقاذ هذه المعلمه الوطنيه اللي بنوها الحكومه ديال عبد الله ابراهيم. والمطلب ديالنا اعتقد بانه مطلب مركزي هو انه هذه المقاوله الاستراتيجيه او الجوهر الصناعي اللي بلاد ما يخصهاش تضيع. واليوم نعتقد بانه كل الحجوج اللي كانت كتدرع بها الحكومه سقطت، واخرها الملف ديال التحكيم الدولي اعتقد اللي لبت فيه اصبح نهائيا. اذا اليوم على السلطه التنفيذيه ان تقول بقولها في الموضوع. حنا نعتبر بانه المغرب خسر كثيرا في هذه القضيه ديال الشركه ديال لاسمير، والشركه اليوم وصلت واحد المرحله التي لا تحتمل يعني الانتظار، لان دخلت فيما يمكن ان نصطلح عليه بمرحله ديال التلاشي المتسرع، والكلفه ديال الصيانه ديالها ترتفع من يوم لاخر، علما بان هذه المقاوله ما زالت قادره على انتاج الثروه لصالح المغرب، وقادره تجاوب على حوالي 67% من الاحتياجات الوطنيه من الطاقات البتروليه اللي كتمثل اليوم 53% من المزيج الطاقي الوطني، رغم الشعارات المنمقه ديال الطاقات المتجدده والتحول الطاقي. وكذلك الشركه ديال لاسمير قادره على توفير 71 يوم ديال التخزين بالنسبه للمغرب والمغاربه، هذا بالاضافه للمكاسب ديالها على مستوى الشغل ديال 4500 منصب شغل وديال التنميه للمدينه المحمديه. واساسا هو التعزيز ديال السياده الطاقيه في هذا الجو الدولي والاقليمي المضطرب اللي مفتوح على كل التاويلات. اذا احنا حاضرين اليوم احنا كوزراء ديال الشركه ديال لاسمير، وبالمسانده ديال مجموعه ديال التنظيمات السياسيه والجمعويه للبلاد، باش نبعثوا هذه الرساله بشكل قوي للحكومه على اساس تحمل مسؤوليتها وتاخذ القرار المناسب ديال استئناف النشاط في هذه المقاوله قبل فوات الاوان. وحقوقنا ما رجعت. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.